كان قال أنا ممنوع من الكلام، فأنا بشكر إليه كل خطه على دماغنا، وقدم لكم الآن أيها الجمهور من بسماعه يكون الجميع مسرور، سيدنا الشيخ الدكتور رضا جمعة منصور محظوظ بالجمهور يتلو من آيات الكتاب المسطور. أسأل الله أن يجعل القرآن له نور. شيخنا الدكتور منصور رضا جمعة منصور، رضا منصور بجمعة منصور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة. ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة هل أدلكم
يؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة سبيل الله نؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله تؤمنون بالله ورسوله علشان خاطر الرئيس المشير العظيم ستنا السيدة زينب الله يرحمك عم الحاج علي ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين
الذين آمنوا كونوا أنصار أيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم
إنها سورة الصف ومن بعدها آية الجمعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع لنا الصف وأن يجعل الأمة في جمعة جامعة موحدة للجميع يا رب العالمين. التلاوة الطيبة المباركة كانت لطاووس القراء الدكتور رضا جمعة منصور القارئ والمقيم بالنخاس الزقازيق شرقية باسم آل عبد الوهاب جميعا وسعد. يشكرون كل من حضر لأداء الواجب والمشاركة في هذه الليلة القرآنية المباركة تكريما للراحل الكريم الحاج علي عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه.